صراحه كان زوين بزاف والناس خرجوا من الروتين ديال القرايه وامتحانات وبدلنا الجو. كيفاش ذاك الميراج صراحه زوين بزاف وفيهم دي زارتيست جداد ودي ستيل عمرني شفتهم صراحه زوينين وبناوه ولي زارتيست من افريكا حتى هما زوينين بزاف. شكون احسن ارتيست عجبك اليوم؟ منال بن شليخه متعلقه ديما تبارك الله عليها. حافظه شي اغنيه ديالها؟ صراحة هابضة بزاف ولكن ما قدرش نغني حيت الصوت ما معاونيش. كيفاش جاك المهرجان؟ المهرجان جانا زوين بزاف وكونسيرت اللي في المستوى تبارك الله. شكون لارتيست اللي جيتي اليوم تفرج فيه؟ انا جينا نتفرجوا بزاف ديال لي زارتيست منهم لارتيست ومنال مدينة سولي. حافظتي اغنية ديال لارتيست؟ حافظي بزاف الاغاني شوكولا 12 الليل في المكانة اما جوارهما. كيفاش جاتك الاجواء ديال المهرجان؟ اجواء صراحة زوينة بزاف وتنظيم في المستوى داكشي يا سلام. ندوي على حاجة وحدة ولا التنظيم على بلا لارتيست راه كنتوقعوا منه انه يدير فهمتيني واحد شي ثلاثه ديال المزيكات ولا اربعه ودار جوج ديال المزيكات ديال الميوزيك. انا ما عجبنيش الحال صراحه من الخمسه الصباح وانا واقف هنا فهمتيني راه بزاف. شكرا بزاف لاختيست الله يتسلموته عليك برا. كيفاش جاتك الاجواء ديال المهرجان؟ والله احسن حاجه هاد ليفينمون هاد احسن ايفينمون اللي داز في الرباط وكنفتخروا ان الرباط هي عاصمه الانوار. كنتمناو الصيف كامل يدوز بلي كونسيرت بزاف ونفرحوا بزاف ويجيو العائلات بزاف من تلة ديال المدن. وشكرا الميراج جا زوين. حنا ولاد خميسات جينا الرباط باش نتفرجوا فيه صراحه. الله يعمرها دار صحي ولاد الناس والرباط وسلا وخميسات. شكرا لك بزاف. كيفاش جاتك الاجواء ديال الميراج؟ زوينه تبارك الله. الله يعمر هذا زوينه تبارك الله وعجبان الحال بزاف حيت جينا اليوم كندورو تلاقينا الميراجان وقد تفرجوا فيه. شكرا بزاف لك. الحاجه اللي جابتك الميراجان باش تفرج فيها؟ باش تفرج في الميراجان. شنو هي الحاجه اللي جابتك الميراجان باش تفرج فيها؟ نتمنى اي الميراجان بحال هكا نجي عندك في اي حاجه نتفرج فيه بحال الميراجان. كنفرح بزاف كيعجبني الحال. عجبك الميراج؟ عجبني بزاف وخليني ما درتش الحال. انا كنحب الشلحه بزاف. شكرا. الشلحه تقول السلام عليكم اخويا الله يحفظكم صحابي الخميسات وتحيه الخميسات بزاف وتحيه لاي الشيخ لا الرباط. شكرا لكم اسمح لينا عاونا السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لي شنو جيتي دير اليوم هنايا؟ جيت نتفرج انا واصدقاء ديالي فوزين الرباط. كيفاش جاك المهرجان؟ واعر زوين اكثر منال لاكتيز داكشي ناض زويو. شكون في لاكتيز اللي جيتي تتبع اليوم؟ شنو قلتي ما سمعتكش؟ شنو لاكتيز اللي عجبك اليوم؟ كلشي اي حاجه المهم زويون داكشي ناض. لاكتيز ناض واخا داخل اغنيه وحده ولكن ناض عند الوطن عند الوطن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.